بالمركب الثقافي مولاي رشيد بالعاصمة الاقتصادية انطلقت فعالية الدورة 29 للمهرجان الدولي لفن الفيديو تحت شعار من شريط الفيديو إلى الذكاء الاصطناعي. وتميز حفل الافتتاح بتقديم عرض فني مغربي في الرقص والفنون الرقمية. نحاول من خلال هذا المهرجان أن نرصد الروابط التي تجمع الفن الفيديو بالذكاء الاصطناعي بالتكنولوجيات الحديثة الغامرة أو الاختماسية. المهرجان يشكل فضاء للحوار والتقارب بين الثقافات، كما يسعى الحدث إلى نشر الثقافة والفن والإبداع المرتبط بالتكنولوجيا الرقمية والعلوم، ودعم وتشجيع الطلبة والفنانين الشباب العاملين في مختلف هذه التخصصات. أسسنا هذا المهرجان إيمانا منا بالدفاع على فن كان جديد آنذاك، وفن هجين وفن غير معترف به، فن يعني ينفلت من العادي، وفن أيضا يدافع عن الإنسان وعن قضايا الإنسان ويرتبط بها بشكل وثيق. التظاهرة تقترح إبداعات فنية منفتحة على جميع أشكال الإبداع الرقمي والتي يعرض غالبها لأول مرة.